يا صباح الخير، صباحي كيفكم؟ كيف صحتكم؟ شو الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا كلياتكم بألف خير يا رب. يا اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اهلا وسهلا بكل الصبايا اللي انضمت بقناه جديده. برحب فيكم وين ما كنتوا عم تشوفوني او عم تتابعوني. اليوم هيك حابه اعرفكم عصبيه عندها قناه على اليوتيوب اسمها امجاد الشاميه. من كم يوم في فبتفاجئ انه في صبايا كاتبين لي انه هن جايين من طرفها. استغربت الصراحه، انا ما بعرفها، بس بشوفها بتعلق عندي تعليقاتها بتجنن. فعرفت عن طريقة انه في بنوتة اسمها نور، نور بتجنن، نور بتتابعني كمان من على اليوتيوب وبتبعتلي على الانستغرام اوقات هيك بنحكي مع بعض بنطمن على بعض. تعرفت عليهم كمان على اليوتيوب فقالت لي عني وحابة هيك تدل الصبايا عني، فحبيت كمان بهذا اليوم هيك يدلكن عليها. بنت بتجنن هيك كمان بتنشري روتينات ويوميات عايشة بلبنان. رح احط لكم الرابط باول تعليق. بتمنى تروحوا لعندها وتشتركوا بقناة وتكتبوا لها انكم جايين من طرفي، اكتبوا لها نحن جايين من طرف يوميات نور. هلا هون شايفين كنت عم مسح البيت، كنست البيت ومسحت البيت طبعا بعد ما فطرنا. بحب انا بل ما مسح كنس كمان. في صبية من كم يوم كانت كاتبت لي يا ريت لنا جدولك الاسبوعي بالشغل. انا ما بعمل جدول معين انه كل اسبوع بيكون مختلف عن الثاني، بس بتفق على كم شغله انه لازم اعمل. مثل يوم الاربعاء عندي انا بيكون في بازار، فيوم الاربعاء بنظف البراد وبنظف الخضره وبحط بالبراد وبجيب انا كميات بتكفيني لاسبوع. بصراحه كتير بتعب فيه بهذا اليوم، بحاول قدر الامكان ما اشتغل شيء ثاني يكون كتير هذا تقيل علي. فبيومها انا عارف انه الاربعاء ما اشتغلت شيء، بس وانت كنست البيت مسحت وفطرت وقلت بدي اعمل الخضره. هيك كان جاب شويه خضره وشويه فواكه، ما صورت لهم كل شيء، وبالعاده نحن بنجيب كميات اكبر لكن كان في لسه عندنا خضره فجايبه بس فواكه. فهذا يوم الاربعاء انا بعمله انه بعمل البراد وبصف الخضره والهي خلاص ما بعمل شيء الصراحه. اوقات بخصص كل يوم قبل ما انام هذا الشيء انا بعمله على طول وحكيته قبل بالفيديو السابق. اكتر شيء بخفف علي شغل، بخفف علي جهد وتعب وكتير مسؤولية، هو انه قبل ما انام بخصص نص ساعة او ثلاثة ربع ساعة او حتى ربع ساعة اوقات انه قبل ما انام بفتل بالبيت وبرجع كل شيء لمكانه. برجع كل شيء لمكانه، مثلا الصالون برتبه قبل ما انام مشان في هيك ما في وكتير مكركب وما بعرف منين بدي بلش منين بدي اشتغل. انا هاي متفق عليها، وهي قد ما كنت تعبانه او قد ما كنت مشغوله لازم اعملها. هاي النقطه نقطه انا بتشيلني كتير شغل الصراحه. بفتل بالمطبخ برجع كل شيء لمكانه، اذا ما بدي اجلي ما مو كنت كتير تعبانه بجمع الجلي كله بقلب المجلى، بس اذا كنت قادره بجلي بجلي بحطه بالجلايه. الغاز دائما بعد الطبخه بنطفه فورا لانه اولا بيكون سهل علي تنظيفه، كل ما تركت وقت اكثر كل ما كان اصعب علي، فبمسحه اول باول. هذا كمان نقطه كتير مهمه. النقطه الثالثه انه مخصصه كل يوم اهتمام لركن او زاويه. مثلا من كم يوم عملت الاوضه، شفت ونظفت الغبره ومسحتها، اليوم عملت الصالون كمان نظفت الغبره ومسحتها وكله بس ما صورت لكم انه شو شايفين الفيديو اصلا طويل. اذا بتحبوا بصور لكم هيك تفاصيل، اكتبوا لي بالتعليقات حتى اصور لكم. مثلا بعد بكره بدي اعمل الغرفه الثالثه، انا عارف عندي غرفه ثالثه عرفتوا بس حاطه فيها اغراض، وهكذا كل يوم يومين غرفة. أما بالنسبة للمطبخ فلا ما بعمله هيك بشكل كامل بيوم واحد، لأنه شفت المطبخ بيكون فيه كتير خزن، فيه كتير أغراض، فيه كتير أمور بدها شغل. ف اللي بعمله أنه أنا مخصصة كمان كل يوم ساعة أعمل فيها زاوية، زاوية بالبيت، زاوية بالأوض، زاوية بالمطبخ، بس أغلب 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 أوقاتي بالمطبخ لأنه شفت الصالون وغرفة النوم. مثلا أنا في بضبضب غرفة النوم، ولما في بكون مضبضب الصالون قبل ما نام، ففي ما في عندي كتير شغل عرفتوا. أول ما في بيبلش عندي الشغل بعد الطبخ، فلما في بفطر بعدين بجلي وبعدين بلش بالطبخة. فأنا من النوع اللي لما أطبخ ما بحب أترك الطبخة وأجي أقعد بالصالون الصراحة، ما بعرف ما عندي العادة ما بقدر. ومرة سبق وعملتها وندمت لأنه احترقت الطبخة نسيتها،
فهيك برتاح أكتر. فأنا شو بعمل؟ مثلا بدي أقلي سمك مثلا، أو بدي أقلي بطاطا مقلية هيك، فبحب إنه بوقت أنا عم أقلي جهز كل شي وبلش أقلي، وبخصص ساعة نظف فيها مكان بالمطبخ، مثلا خزانة المعالق، درج المعالق، درج البهارات، خزانة البهارات، خزانة البقوية، هدول كتير بيتركبوا، هدول كل يومين ثلاثة بدون ترتيب. فهكذا هيك بعمل، بمسح المايكرويف، بمسح الفرن، قلبه بنطفه، كل هذا الشيء أنا بخلي مطبخي عن جد على طول نظيف من جوا ومن برا. هي هي الشغل الوحيد اللي أنا خلت مطبخي يكون دائما نظيف، وساعة باليوم أو نص ساعة، ممكن حتى ياخد معي ربع ساعة على فكرة. خلاص خلصتها، خلاص ما بشتغل شغلة تانية، خلصتها بربع ساعة ما بشتغل شغلة تانية، عرفتوا؟ مشان ما كتير اضغط على حالي، لأنه احنا بالآخر يعني بشر، معنا رجال آليين. أنا ما عم أقولك بيتي بيضل نظيف 24 ساعة، بس بحاول بخليه منظم ومرتب 24 ساعة. يعني الصالون عندي مكركب على طول بألعابها لبنتي. المطبخ كمان قد ما بنظف فيه، بس قلبه بعرف كتير نظيف دائما، وكل شي بمكانه وكل شي مرتب. هاي نقطة كتير مهمة صبايا، اللي هي إنه أنا كل يوم بخصص نص ساعة بشتغل فيها أو ساعة بالمطبخ حسب. وكل يومين ثلاثة الغرفة، الغرفة والصالون ما بياخدوا كتير، يعني إذا بدي أعمل تنظيف عميق للصالون ما بياخد معي ساعة ساعة، عرفتوا؟ لأنه أنا البيت كل يوم كنسوا مسحه، أنا البيت كل يوم كنسوا مسحه، أو كل يومين كنسوا مسحه حسب. الصالون حصرا كل يوم كنسوا مسحه، أنا منقعد فيه منأكل فيه، أنا ما عندي طاولة سفرة كافية، عندي طاولة سفرة سابقا، بس كانت كتير مضايقة علي المطبخ، فشلت طاولة السفرة فكيتها وحطيت من هون خزانة شفته، وحطيت الفرن والشلاية، فكتير عندي الصالون بيتكركب. المطبخ كمان بحب كنسه ومسحه كل يوم، لأنه هون بتركيا بتعرفوا ما عم نقدر نشطف. فمتفق على أنه أنا بيوم الأربعاء هو البراد والخضرة والفواكه بخصون وبرتبون، خلاص ما بعمل أكتر، كتير بتعب الصراحة بيومه. متفق أنه كمان قبل ما نام، متفق مع حالي طبعا، لازم نص ساعة ساعة ربع ساعة حسب هذا. وفي شغلة كمان مهمة ضرورية صبايا، أنا كل شيء بشتغله أول بأول، مثلا صار عندي طبخة بجلي الجلي فورا، شلت الأكل فورا بجليه، مو مشان شو اسمه أنه لازم يضل البيت نظيف 24 ساعة، لا، مشان ما يتراكم علي شغل، لأنه سبق وفتت أول ما تجوز، بتعرف الوحدة بتكون لسه ما عندها مسؤولية بيت كاملة وكذا، وما من النوع كانت ما تخيل نشتغل كتير بالبيت الصراحة، الله يطول بعمرها يا رب. فلما تجوزت كنت ما عم أعرف كيف أدارك الوضع، فكان هاي النقاط اللي عم أحكي لكم إياها هي الحل الوحيد اللي خلوني ما كتير أتعب بشغل البيت فيه، واشتغل على مهلي وبرواق، وأهم شيء ما بشتغل كل شيء بسرعة، ما في حدا لاحقني. هاي كمان نقطة. في نقطة كمان إنه أنا عندي كمان أوقات بخصص يوم إنه بنظف الأدوات الكهربائية كلها، الفرن، المايكروويف، الجلاية، هدول أوقات بخصصهم يوم إلهم كمان هذا، لأنه أنا ما فيني بعد كل طبخة أقعد نظف الفرن، أوقات بكون جوعانة كتير، بنتي تكون جوعانة كتير، عيلتي تكون جوعانة كتير، ما بقدر. هاي كمان شغلة. الغسيل كمان بغسل يوم إيه يوم لا. وفي كمان شغلة كتير مهمة ذكرتها ميار، هي من كم يوم بالتعليقات وأنا نسيت أخبركم إياها، إنه بيتي ما بخلي فيه كراكيب أبدا، حتى لو جديد، هي الكركوبة جديدة ما بخليها، شو ما كانت صحن زايد ما بخلي. أنا عندي طقم صحون فقط لا غير للغدا، وطقم صحون للفطور بس يعني، وحتى كان عندي طقم واحد بعدين جبت. ما بجيب كتير غراض، ما بجيب كتير شغلات وكذا، يعني حتى أنا سابقا قبل ما كنت أحب أحط ديكورات لا بالمطبخ ولا كتير، إنه كنت أحب شوف كل الأسطح فاضي، بس بعدين صرت حب، عرفتوا؟ طبعا هالشي بيخليكي يزود لك شغلك، إذا بتحبوا، إذا ما بتحبوا أنتوا الديكورات ففيكن ما تحطوا ديكورات، لكن أنا بحب أحط ديكورات خاصة وأنا عم صور. فما تخلوا أبدا كراكيب صبايا، حتى شو هي قطعة الثياب زيادة ما بتلبسوها، حتى لو جيدة تبرعوا فيها تخلصوا منها، شو من كانت قطعة صغيرة، حتى لو كانت ملعقة زيادة كبوها، أكتر شيء بيخلي بيتكم ما ينضف هي الأغراض الزايدة. صعب صعب تدارك الوضع فيه.
في شغلة كمان ساعدتني كتير بحياتي هي المنظمات، مثل هو منظمات الفواكه، منظمات الاكسسوارات، منظم الملاعق. شايفين هلا نحن صارت العالم بأي شيء تحط منظمات، فهني فعلا كتير بينظموا شو اسمه الأغراض وما بيعودوا يتكركبوا. مثلا بنتي عندها قطعة صغيرة بحط الله يبي منظمات، منظم للجوابات، منظم للتخليات، منظم للقطع الصغيرة وهكذا. وأهم نقطة كمان أنا عندي إنه أنا اشتغل شغلي بعد ما أفطر، واشتغل شغلي بعد ما أكون ضبطت غرفة النوم وضبطت الصالون، عرفتوا؟ رتبت الصالون، رتبت غرفة النوم، بعدين بنتقل على المطبخ بتركو آخر الشي لأنه هو أكتر شي أنا بشتغل فيه. وهيك هذا جدولي. أوقات لما بحس إنه الوضع صار عندي ظرف مثلا صحي، البيت تكركب، صار عندي ظرف أي ظرف إن كان، فبحب أكتب كل شيء على التليفون بالملاحظات، أكتب شو أنا لازم أعمل، كل ما أعمل شيء حط صح جنبه، مو ضروري أعمله كله بيوم واحد، لكن قسمه على يومين ممكن. بعزل أنا المطبخ بحال واحد برمضان، بعد رمضان شفته برمضان ما أقدر أشتغل أول بأول، بكون تعبانة وهلكانة، فبحب هيك قبل العيد عزل. دائما بحب كمان هيك قبل العيد إنه أعمل تغييرات بالصالون، بغرفة النوم، مد سجاد جديد، أغسل كذا. وبالنسبة للشبابيك، شبابيك المطبخ، فبس بحسهم إنه توسخوا، بصير كل يوم ننظف شباك، ما بنظفهم كلهم بيوم واحد. أنا عندي كتير شبابيك وشبابيك شوي كبار، فكل يوم بنظف شباك. وهيك أنا مقسمة شغلي وهيك جدولي بالشغل. إن شاء الله تكونوا استفدتوا، فيكم أنتوا تعملوا جدول، مثلا اليوم بدي أعمل البراد، بكرة بدي أعمل خزن البهارات، بكرة بدي أعمل خزن البقوليات، بكرة بدي أعمل درج الملاعق، بكرة بدي نظف مثلا الغسالة، بكرة بعد بكرة بدي نظف الجلاية أو الأدوات الكهربائية. هذا الشيء كتير حيساعدكم، كتير حيفيدكم، كتير حيعطيكم وقت ومجال لألكم لنفسكم. وحاولوا قدر الإمكان تخلصوا كل شغلكم بالعصر، وخلاص خلوا المغرب والليل لألكم ولعائلتكم ولقعدتكم. أنا الصراحة كتير تعذبت حتى صرت هيك أنظم لحالي وقت، خاصة مع التصوير. فهيك هاي طريقتي كانت خلتني شوي أدارك الوضع. فصرت هلأ عم أتعلم تركي بالبيت، وعم أقرأ، صرت أرجع أقرأ روايات وكتب. إن شاء الله رح شارككم، كل ما بقول رح شارككم، بس بوقت لما بكون عم أقرأ أنسى صور، أو وقت ما وأنا عم صور ما أقرأ فما بتصدف. إن شاء الله هيك بالفيديوهات الجاي أكيد رح أحكي لكم كمان، رح لكم كتب روايات أنا كتير استفدت منها. أكيد شفتوا بالفيديو هيك مبين كل شيء ما شرحت لكم. بعد ما نظفت الخضرة والهاي كفأت حالي بفنجان قهوة، فأنا هاي كمان نقطة بحب هيك لما أعمل شغلة إنه كافئ حالي فنجان قهوة، كاسة عصير، بقعدة هيك وحط فواكه لإلي، إنه بدي أخلص مشان أشرب نسكافيه، أو بدي أخلص هالشغلة مشان أقرأ رواية أو أقرأ كتاب أو أقرأ قرآن. فهي النقطة كمان هيك بتشجعني إني أخلص أنجز أسرع أو هيك بشكل أحسن يعني. هلا هون صباحا بحب هيك بعد ما اخلص شغلي وكون فطراني، بحب اعمل لحالي فنجان قهوه او نسكافيه او اي شيء قلتلكم، واقعد لي شي ساعه ساعتين قبل ما بلش بالطبخ، لانه انا بس فوت على الطبخه خلاص بدي ضل شي ساعتين بالمطبخ. فبحب هيك اقعد شوي واشرب لي شيء كمشروب انا بحبه. هون بلشت جهز الطبخه، جوعنا صار صيف وكتير كتير شرب لنا شي 5 اسبوع، فهي الاكله بالصيف كتير نحن بنحبها، هي كبه عدس كتير مشهورة عنا بجرابلس، وكتير بنعملها وأنا وعيلتي بالذات كتير بتحبها، فقلت بعملها وبشارككم الطريقة لأنها كتير كتير طيبة كتير حتحبوها. في ناس بتعملها كمقبلات، لكن أنا بعملها كوجبة أساسية الصراحة، ما فيني أكلها مع وجبة تانية، ما بنقدر.
دائما قبل ما بجهز كل شيء بنقع كاستين برغل ناعم مع كاس ونص مي سخنة وبغطيهم بتركهم على جنب، وبعدين بلش جهز العدس. بحط كاسة ونص عدس، ما بحط مقادير معينة، وبحط لها مي. بس استوى العدس بطفي عليها. العدس بشوف استوى بيبين، بيصير بهاي الطريقة، ما بيكون ناش. إذا كان نشفت المي ولسه العدس مو مستوي، رجعوا وحطوا له مي. وإذا حسيت إنه المي كتير شيلوا مي، عرفتوا؟ وبعدين بحط بس يستوي العدس هيك مثل ما شفته، بطفي عليه وبحط البرغل يلي أنا كنت حاطط له مي مغلية. هون بيكون البرغل شرب المي، بحطه فوق العدس وبعدين بغطيه لحتى العدس، عفوا البرغل يستوي، أو هيك من بخار العدس بصير هيك. هي الطريقة أنا شفتها مرة عن تركية، حسيتها صارت كل العدس تصير معي أطيب. بحط البرغل فوق العدس وبغطيه هيك على البخار، بصير البرغل نافش أكتر أو متشتش أكتر، نحنا هيك بنقول، ما بعرف شو كيف بتقولوا. وبعدين بعمل الصلصة اللي يعني هي عبارة عن بصل ودبس فليفلة والبهارات. هون بعد ما خلصت غسلت الجري، شايفين أول بأول غسلت الجري وحطيته بالجلاية. بتركوا شي نص ساعة وبس، ما تجوا تحطوا ايدكم لانه بيكون سخن. ولازم حصرا لما تجوا تدعكوا البرغل مع العدس يكون، لازم يكون العدس شوي سخن. فانا اول شي حركته هيك بالملعقة كله وبعدين دعكته بايدي. هلأ اذا كان البرغل والعدس كتير ناشفين انتوا كتروا زيت زيتون بالصلصة، هلأ لكم كيف. واذا كانت كتير مريئة قللوا قد ما بتقدروا زيت زيتون، او انتو حطوا برغل زيادة، عرفتوا؟ مشان اذا صارت مريئة معكم بتضيفوا لها برغل. فحصرا يكون برغل منقوع. شايفين هون دعكتها كتير منيح وهي سخنة، بس مو سخنة كتير، وتركتها على جنب لحتى اعمل الصلصة اللي هي عبارة عن بصل قطعته ناعم. وهي شايفين بس صارت معكم هيك العجينة بتماسكة، معناها امورة منيحة. غطيتها وتركتها دافية مشان ما تنشف. وهلا بدي بلش جهز الصلصة اللي بتنحط على كبة العدس. بس ما شفتوا صبايا جبت هون مقلاية، حطيت اول شي زيت نباتي، خربطت. انا بحط بس زيت التوم، ما بتحطوا، لا تحطوا زيت نباتي. وبعدين حطيت هيك بصلة فرمتها ناعم. اول ما تقلت عندي البصلة حطيت ملعقة كبيرة كمون. الكمون كتير مهم بهي الاكلة لانه هيك فيه عدس. وحطيت ربع ملعقة بهار اسود وملعقة كبيرة ونص سماق، وقليته هيك مع البصل والزيت زيتون. وبعدين بدي احط دبس فليفلي اللي هو معجون الفليفلي مثل معجون الطماطم، بس فليفلي بدل البندوره. كمان بقليها كتير منيح بالزيت زيتون، هي اللي بتعطي النكهه الطيبه بالكبه العدس. مثل ما قلت لكم اذا كانت الكبه طلعت معكم مريئه لا تكتروا زيت زيتون، او رجعوا ونقعوا برغل وحطوا له برغل للعدس والهاي، بس حطان برغل منقوع. قليت هون هيك تقلت معي كتير منيح. وانا كنت حاطة للبرغل والعدس ملعقة ملح، اكيد شفتوني حطيت ملعقة ملح، ما حطيتها هون مع الزيت. وبعدين كمان هيك بحركها بالملعقة لانه بتكون كمان سخنة، وبدعكها بايدي حتى تصير هيك كلها قوامها بتماسك مع بعض. هلا نحن عادة بنضيف له أو بصل أخضر أو بقدونس أخضر آخر الشيء، بس أنا ما كان عندي فما حطيت، حطوا له بصل أخضر وبطلع كتير طيبة. وأنا دعكتها بقلب الطنجرة لأنه كان بدي تضلها تكون سخنة وهيك أكلها سخنة، عرفتوا؟ هلا هون صارت هيك الكبة. قلت لأعمل جنبها خيار بلبن، أنا كتير بحب جنبها خيار بلبن، فيكوا تحطوا مخلل جنبها، خضرة. ما كان في عندي خضرة الصراحة، فما حطيت لك خيار بلبن.
واكيد كمان دبس الرمان بيطلع معه كتير كتير طيب. هلا هيك صارت الأكلة جاهزة عندي، عملتها هيك شكلتها بهذا الشكل، ومثل ما قلت لكم فيك تضيف فوقها أو بقدونس أو بصل أخضر. في كبة كمان بيعملوها الأتراك مثل هالطريقة، بس ما بيحطوا لها عدس، بتختلف شوي بالمكونات. بس ما تشوفوا كفتة بتشوفيني على طول أنا باكلها بكي برا، بيحطوا لها خضرة كتير طيبة. شيوم كمان هيك رح شارككم وصفتها، هيك هي طيبة كمقبلات أكتر، بحس هي تقيلة أكتر من هذيك لأنه فيها عدس، بحس هذيك لا أخف. هلا هون من فترة شفت طريقة انه تجيبوا اذا في عندكم قطع عليها بقع ما عم تروح، بتجيبوا هذا زيت الجلاية وبتحطوه على البقعة وبيروح. فقلت بجيب شفيفي، عندي بقعة هي تياب بنتي، هدول الجداد ما لبستهم يمكن مرة بالعيد وهي المرة فتبقعوا مثل ما لكم شايفين. فقلت بجرب وبقلكم اذا عن جد طريقة مضمونة. أنا مطلعتها من الغسالة يعني، كنت لأنه غسلته وما راح البقعة، فحطيت لهذا الزيت وقلت بحطها بالغسالة حتى أشوف إذا عن جد راحوا البقعة ولا لا، لكن للأسف ما راحوا. صورت لكم من النتيجة، بس على الأغلب هو قماش تيابة لبنتي قماشهم، بحسيت أنه هي صعب إزالة البقعة منهم. يعني أنا وقت بيصير في بقعة بتيابة لبنتي بغسلهم على درجة حرارة عالية فبيروح. بس لهون أنا بكون وصلت لنهاية الفيديو، بتمنى يكون عجبكم. ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل شيء جديد أنا بنزله. ما تنسوا من اللايك والتعليق لأنه بيرفع لي الفيديو تبعي أكتر ليوصل لناس أكتر. ما تنسوا تشتركوا بقناة الصبية، رح أحط لكم رابط قناتها بالبايو، وأهم شيء تكتبوا لها إنكم جايين من طرفي، من طرف يوميات نور. وبأمان الله، تضلوا بألف خير.